دكتور عمرو، امتى اتدخل جراحيا لما يبقى في خلل في وظائف المخ؟ ده سؤال عظيم. طيب احنا المشاكل اللي بتحصل في المخ ده هو سر الأسرار. ولما نيجي نبص إلى فهمنا لوظائف المخ وللإصابات اللي بتحصل المخ، لازم نشوف إن عبر التاريخ احنا زمان ابتدينا إن الناس اللي كان عندهم صرع كان بيتم اعتباره إنه عنده مس شيطاني أو أرواح شريرة تمكنت منه، إلى أن تطورنا في إن احنا نقدر نشوف المخ وإن احنا نسمع المخ، ان احنا نعرف الموجات اللي بتحصل في المخ، وان احنا ندرس التوصيلات المعقده جدا 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 اللي بتحصل للمخ. من هنا تم تقسيم اصابات المخ الى اصابات عضويه واصابات وظيفيه. الاصابات العضويه هو اللي احنا قادرين نشوفها، احنا بصينا في الرنين المغناطيسي لقينا ورم في المخ، لقينا نزيف، لقينا كسر ضغط على احد المراكز. وده الشق السهل. الشق المعقد اكتر هو الشق اللي احنا مش شايفينه. احنا مش شايفين ايه اللي حصل المشكلة. دكتور هشام بيه لسه كان اتكلم ايجازا على كلمة كيمياء المخ، التوصيلات العصبية المعقدة جدا اللي بتحصل واحنا مش شايفين ايه الخلل اللي فيها. ابتدينا يتطور اجهزة الفحص ان احنا يبقى عندنا الرنين المغناطيسي الوظيفي، القراءات من اجهزة رسم المخ المعقدة، ابتدينا ان احنا نزرع شبكة فيها مستقبلات علشان نشوف الموجات اللي بتحصل ونقارن الشخص العصبي بالشخص اللي مش عصبي، الشخص اللي عنده انفعالات مش مظبوطة. دكتورة ساندرا أكيد هتكلمنا على الناس اللي عندهم الوسواس القهري والناس اللي عندهم انفصام في الشخصية. ابتدينا ان احنا نلاقي ان في مراكز للحاجات دي. الذاكرة نقدر ان احنا نبص على الذاكرة وأنواع فقد الذاكرة المختلفة. دكتورة ساندرا لما اتكلمت على الخرف، حضرتك تصوري ان في مرض بيجي في كبار السن اسمه حكيم آدم سندروم، هو ان الخرف ده مصدره زيادة في السوائل بتاعة المخ، وان احنا مجرد ان احنا نعمل جراحة لتركيب صمام هذا المريض يتحسن جدا جدا ويصبح مريض معتمد على الاخرين الى مريض معتمد على نفسه. قيسي على ده بقى ما بين الوظائف المشاكل العضوية والمشاكل الوظيفية. المشاكل العضوية ورم موجود على مركز الكلام، على مركز الحركة. زمان كنا بنخش نعمل عملية على طول، لا دلوقتي احنا بنعمل الرنين الوظيفي عشان نشوف علاقة الورم بمسارات الكلام، مسارات الحركة، مسارات النظر، مسارات الذاكرة، ونبتدي نخطط للجراحة ازاي ان احنا نتفادى هذه المسارات اللي ممكن تعمل مشاكل، وصولا الى ان بعض المرضى بنعمل لهم استئصال لأورام المخ وهم صحيين. ازاي تعمل لي عملية وانا صحي؟ النظرية هنا ان المخ نفسه لا يشعر بالألم، فعلا مفيش مستقبلات للألم في المخ. الألم بيجي من فتح الجلد والعظمة بتاعت الجمجمة، انما استئصال ورم المخ نفسه المريض لا يشعر بالألم. فاللي بيحصل ان احنا بنهدي المريض جدا جدا اثناء عملية الفتح، وبعد كده بنصحيه، مش بنصحيه، هو مبيبقاش نايم متبنج بنج كلي، هو بس بيبقى سيديتد. تمام. طبعا قبليها لازم يقعد مع دكتور امراض نفسيه علشان نتاكد انه عنده الثبات الانفعالي. ده بقى اللي خلينا نروح للدكتوره ساندرا.